بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحاكم المشرع والسلطان المطلق، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه، خير نبي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي العاصم من القواصم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، حديثي إليكم في هذه الجمعة المباركة بعنوان حرائر الشام تقول أنقذونا يا مسلمون، فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومعتمدا، وتخوض المرأة المسلمة الحرة الشريفة الأبية في سوريا
معركة العزة والإباء، وتسجن وتعذب وتضرب في الله وتهان، ويمزق حجابها وتنتهك حريتها وكرامتها وعذريتها على مرأى من الناس ومسمع، فما يزيدها إلا إيمانا وجهادا وثباتا وصمودا. إنها حفيدة سمية وأسماء، ووريثة خولة والخنساء. هي حرة كنسائم الفجر، ونقية كبراءات الطهر، وأصيلة كالشام عزتها من غير عجرفة ولا كبر. لهفي عليها إذ يروعها وغد الخنا وربيبة العهر، لهفي عليها وهي غافلة عما يدبر ثعلب الكفر، لهفي عليها بعدما قتلت ويداها ممسكتان بالخمر، وهي المصونة أين معتصم، أين معتصم ليرد عنها مخلب المكر. لا تصرخي يا أم معذرة، فبنوك بين الأسر والقبر. أشهيدة الإسلام تكرمة، هذه الدماء من أطيب العطر. أولادك الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الثأر، والشام ما ركعت لمغتصبا، هل تنحني للرعب والقهر؟ فاستبشري يا أخت عائشة بجحافل التوحيد والنصر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاءت الأديان السماوية كلها والدساتير والشرائع جميعها على حفظ الضروريات الخمس التي فيها صلاح العباد والبلاد. وقد أوجبت الدساتير والشرائع والأديان على جميع الناس أن يحافظوا على هذه الضروريات الخمس، وأوجبت بشكل أكبر أن يرعى هذه الضروريات هو الحاكم الأعلى للبلاد. وهذه الضروريات الخمس هي حفظ الدين، وحفظ الأنفس، وحفظ الأعراض، وحفظ الأموال، وحفظ العقول. ولقد أتى الإسلام الذي هيمن على جميع الأديان السابقة بقول الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاء الإسلام ليثبت هذه الدعائم الخمس، وليحث على حفظها ورعايتها. ولذلك وضع الإسلام حدودا وعقوبات لمنتهكي هذه الضرورات والضروريات. فأما حفظ الأنفس
فقد قال الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثبت في صحاح السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما حفظ الدين قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت أيضا في صحاح السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما حفظ الأعراض قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك كي لا يطعم معك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. وأما حفظ الأموال قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يبين هذه القاعدة للأمة فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. وأما حفظ العقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وثبت في صحاح السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وحق على الله من شرب الخمر في الدنيا أن يشربه الله عز وجل من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار، أي دماؤهم وصديدهم وقيحهم. أيها الإخوة المؤمنون، أرأيتم أن نظام عائلة الأسد في سوريا المكلومة الجريحة لم يراعوا هذه الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، بل أفسدوها وعملوا على إفسادها. فخذوا على سبيل المثال حفظ الدين، لقد أفسدت هذه العائلة الدين بالكلية، وإفسادهم للدين كان ممنهجا ومبرمجا. فأول شيء فعلوه هو تجفيف منابع الخير والدين في الأمة،
فأغلقوا المعاهد الشرعية وحجموا وزارة الأوقاف وقضوا على الدروس الدينية في المساجد، فلا يذكر الله عز وجل في مجلس علم إلا في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة سيسوها وجعلوا لها ضوابط وقواعد، لا يستطيع أي خطيب أن يخرج عن الخطوط الحمراء التي يضعها هذا النظام الجائر. مكنوا للشيعة الرافضة في سوريا وجعلوا مراكز للتشيع في دمشق وحلب وفي الرقة وإدلب وغيرها، مراكز للتشيع تدعم وتقوى من قبل إيران المجوسية الصفوية، وقصدهم تذويب الدم الأموي والقضاء على الدماء السنية الحارة الساخنة التي تعيد الخلافة من جديد. كما أنهم منعوا الصلاة في الجيش، منعوا الصلاة في الجيش، فالشاب المسلم الذي تربى على أداء الصلاة في أسرته إذا أخذوه إلزاما وجبرا إلى الجيش ترك الصلاة، ولو صلى أمامهم لعذبوه وسجنوه. كذلك منعوا ارتداء المرأة المسلمة للنقاب الشرعي والحجاب الشرعي في الدوائر الحكومية. كما أنهم في مناهج التعليم جعلوا مادة التربية الإسلامية مادة غير مهمة ودرجتها مطوية لا تحسب في المعدل العام، ثم جعلوا المنهاج ضعيفا وجعلوه في مواضيع جزئية وأشياء بسيطة عن الدين من أجل أن يتربى أحفاد خالد وأحفاد عمرو بن العاص وأحفاد الصحابة أن يتربوا على دين الرافضة الذي هو يذكى ويدفع وتدفع له المبالغ والدعم داخليا من سوريا وخارجيا من إيران، حتى يأتوا على عقيدة أهل هذا البلد السني. هم لا يتجاوزون 8% من تعداد البلد، وأهل السنة هم 85%، ولكنهم بهذا الدعم الداخلي والخارجي يريدون أن يمحوا دين السنة، أهل السنة والجماعة في هذا البلد المهيئ لقيام الخلافة الراشدة قريبا بإذن الله تعالى. فقد ثبت في صحاح السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، وذكر في أحاديث أخرى هم في الشام. إذن هذه العائلة عملت على محو الدين وطمس معالمه في هذا الشعب السني الأبي الصابر المحتسب على هذه العائلة التي أتت إلى الحكم بغير شرعية، فقد أتى حافظ المقبور إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري لا عن طريق الانتخاب، فهو ليس شرعي وليس له شرعية في حكم البلاد. أما حفظ الأنفس فقد قتلت عائلة الأسد منذ أن تولت السلطة في عام 70 وإلى الآن قتلت من الشعب السوري ومن الدم السني بالذات مئات الآلاف من الأنفس البريئة الطاهرة.
وزجت بمئات الآلاف الأخر في غياهب السجون، ثم عملت على تهجير الملايين من سوريا، فتعداد السوريين في العالم يقرب ما يصل إلى ما يقرب من 40 مليون. في سوريا الآن لا يوجد منهم إلا 25 مليون، أما الباقون تهجروا في بلدان العالم. فتحت كل نجم من السماء سوري مهجر وغريب في غربة، كلها بسبب هذا النظام الجائر القاتل للأطفال والنساء. وأما عن حفظ الأموال فقد عاثوا في سورية فسادا، وجعلوا من سورية التي مساحتها 185,000 كيلومتر مربع جعلوها مزرعة لآل الأسد ولعائلة الأسد، فهي مزرعة لهم يفعلون بها ما يشاءون، والشعب السوري فيها هو عبارة عن عبيد لهذه العائلة. فأخذوا أموالها ونهبوا خيراتها وكدسوا الأموال في بنوك أوروبا وغيرها، وجعلوا الشعب يعيش حياة الفقر والضنك والجوع. كل شيء من الثروات في سوريا موجود، كل شيء، كل خير، فهو بلد مبارك فيه النفط وفيه البترول بشتى أنواعه وصوره، وأيضا فيه الزراعة والصناعة وفيه كل الخيرات، ولكن هذه العائلة الفاسدة أفسدت الأموال وأفقرت الشعب. أما عن حفظ العقول فحدث ولا حرج، فقد نشروا الكبريهات والبارات والخمارات في كل أنحاء سوريا، بل هناك تعاون مع عائلة الأسد، مع حزب اللات والعزى والشيطان في لبنان لزراعة الهروين والمخدرات في جنوب لبنان. ويحصل هذا النظام على المليارات من التجارة المحرمة وغسيل الأموال. هذه المخدرات يزرعونها في جنوب لبنان في البقاع، ثم يقومون بتصديرها إلى أهل السنة والجماعة في الخليج وغيره من أجل إفساد الشباب وإفساد الجيل. فهم فسد خونة، ليس لهم مبادئ ولا قيم. وأما عن حفظ الأعراض، وحديثنا اليوم عن انتهاكاتهم للأعراض، وصل الحد بهذا النظام الفاسد الجائر أن يتعدى على الحرائر، واعتداؤه على الحرائر ليس الآن فقط، وإنما منذ أن استلم المقبور حافظ. وتذكرون جميعا خطبة الشيخ أحمد القطان رحمه الله، حفظه الله ورعاه، عندما أرسلت إليه أخت مسلمة أيام الثمانينات، أرسلت له رسالة من قلب السجن، قالت له فيها كلاما هز الشيخ. فبدأ خطبته فقال: لا أدري بأي شيء أبدأ، ماذا أقول وبماذا أبدأ، وأي كلمة أختارها حتى أصف لكم ما سمعت وقرأت. أرسل أخواتنا المسلمات القابعات في سجون طاغوت الشام
برسالة هربت يقول فيها: يا إخواننا دمروا السجن علينا، يدور في أحشائنا أبناء العهر والطواغيت. تخيل يا أخي المسلم أن هذه المرأة المسلمة الحرة الأبية الشريفة هي أمك، هي أختك، هي خالتك، هي من محارمك، أيقر لك قرار؟ أتهنأ بطعام؟ أتهنأ بشراب؟ ثم هم جددوا في هذا العهد وفي هذا الحين، وأنا واقفا فوق هذا المنبر، يوجد الآن في سوريا من تنتهك أعراضهن من الحرائر كل لحظة، كل لحظة يوجد من ينتهك عرضها في بلاد الشام. والجديد معهم في هذه الآونة أنهم يغتصبون الحرائر أمام رجالاتها ومحارمها، يقيدون ولي أمرها ثم يغتصبونها أمامه. وقد وصلتني قبل أيام أن 20 حرة أتوا بهن إلى أحد السجون والمعتقلات ثم اغتصبوهن أمام محارمهن، ثم بعد ذلك تركوهن عراة وسكبوا عليهن البنزين وأحرقوهن أمام محارمهن. تخيل يا أخي المسلم هذا الموقف. والله لم نسمع عن اليهود وإسرائيل أنها فعلت بالفلسطينيين ما يفعله الرافضة بأهل السنة والجماعة في الشام الصامدة المحتسبة الصابرة. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أتسمى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام حق، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لأهل البصائر حيث كانوا: أجيب الله، أجيب الله، أجيب الله ويحكم وأجيب. أجيب الله، أجيب الله ويحكم وأجيب. أيها الإخوة المؤمنون، العرض عند العرب خط أحمر، ومن اقترب من العرض عند العرب فالموت الزعاف. أذكركم بأيام العرب، معركة ذي قار، هذه المعركة التي جمعت المتفرقون من العرب. كان العرب في الجاهلية لا يتفقون على شيء إلا في مسألة العرض، إذا انتهك عرض العربي اجتمعت العرب جميعا على ذلك. معركة ذي قار سببها اعتداء الفرس على عربيات هن بنات النعمان بن المنذر ملك الحيرة، أرسل إليه
كسرى جنده ليأخذوا بناته، فما كان من النعمان إلا أن هرب بناته إلى بني شيبان قبيلة من قبائل العرب، ثم تصدى بنفسه إلى جند كسرى حتى أردوه قتيلا. وعندما أتى الجند إلى بني شيبان ليأخذوا البنات، امتنع بنو شيبان أن يعطوه بنات النعمان بن المنذر، فما كان من كسرى إلا أن أرسل جيشا إلى بني شيبان وأخذ البنات كرها عنهم. فعندما سمعت العرب بذلك اجتمعت وخاضوا معركة هي معركة ذي قار، وكسر العرب الفرس لأول مرة في تاريخهم عندما انتصروا للعرض وانتصروا للشرف. وكلكم يعلم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع، والحادثة أثبتها ابن هشام في السيرة وغيره، أن امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع لبعض حاجتها، وكان من حاجتها الذهاب إلى صائغ يهودي، فجلست إليه لقضاء بعض حاجتها، وكانت منقبة محجبة، فما كان من يهود بني قينقاع إلا وأن أحبوا التحرش بها ومراودته على نزع حجابها، فامتنعت. فما كان من الصائغ إلا أن شاغلها ثم وقف خلف ظهرها وعقد طرف ثوبها في رأسها، فلما قامت بانت سوءتها فصرخت وقالت: وإسلاما. فسمع مسلم كان في السوق، فما كان منه إلا أن سل سيفه وقطع رأس الصاعغ، فتكاثر اليهود عليه فقتلوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهز نفسه وصحابته وأتوا إلى بني قينقاع وحاربهم وأجلاهم عن المدينة. وحادثة المعتصم في فتح عمورية معروفة، عندما صرخت امرأة مسلمة اعتدى عليها رومي في بلاد الروم، صرخت مستنجدة ومستغيثة بالمعتصم قائلة: ومعتصماه. فقال لها الرومي: وما يسمع المعتصم مقالتك واستصراخك واستغاثتك. فسمع مسلم بصرختها فركب فرسه وأتى إلى المعتصم في بغداد وأخبره بأن امرأة في بلاد الروم تستصرخ بك قائلة: ومعتصماه. فقال لها الرومي: ومن يسمع المعتصم صرختك؟ فوقف المعتصم وقفة مشهورة معروفة، ترك الطعام والشراب وترك الوقاع وترك الملاذ كلها وانبرى في غوثة أخته المسلمة وجهز جيشا وقاده بنفسه، ثم أتى إلى المرأة المسلمة واستجاب لها وانتصر على الروم، وسقطت عمورية في يد المسلمين، فأخذ ملكها القيصر والرجل الذي اعتدى عليها
وأحضرهم أمامه ثم قال للمرأة المسلمة: هذا ملكهم وهذا الذي اعتدى عليك، هما عبيدان لك، هما عبيدان لك، خذيهما عبدين لك. فقالت المرأة المسلمة: لقد وصلني حقي وجزاك الله خيرا يا خليفة المسلمين، ولكن علمنا الإسلام العفو عند المقدرة وأنا أعفو عنهما. وعجبا وعجبا من فعل المعتصم ومن فعلنا مع إخواننا في الشام، وعجبا أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، هل أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، ربوا معتصماه انطلقت من أفواه البنات يتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. حرائر الشام تنتهك أعراضها ويعتدى على عفتها وشرفها وكرامتها، وهي تستنجد المسلمين في كل مكان من العالم ويستصرخونهم ويستغيثون بالله ثم بهم أن ينصرونهم وأن ينقذوهم مما هم فيه من هذه المحنة والبلاء. فهل من مشمر، هل من ساع، هل من مستصرخ ممكن أن يقوم بحماية هؤلاء المستضعفات، هؤلاء الحرائر؟ من منكم رجل رشيد يستطيع أن يقف مناصرا لهؤلاء النساء الضعاف المسكينات التي ليس لهن إلا رحمة الله عز وجل؟ ولذلك يا معاشر الإخوة، إذا لم نعي الدرس في الشام حق الوعي فنحن مغفلون. الحرب في سوريا القائمة هي حرب عقيدة، عقيدتان تتناطحان، عقيدتان تتصارعان، عقيدة أهل السنة والجماعة التي رباها وأقام دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجددها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة تريد أن تكون هي السيدة في الشام، وهي القائدة لأمة الإسلام، وهي التي ستقوم الخلافة الراشدة قريبا في بلاد الشام. ولذلك وقفت بالمقابل لها الرافضة مدعومة من المجوسية الصفوية من إيران. فإذا كسرت بوابة الشام، إذا كسرت بوابة الشام كسر حصن الإسلام، وأتى المجوس والصفويون إلى قلب الجزيرة العربية وإلى مكة والمدينة وإلى أرض الكنانة، وها هم في أرض الكنانة لهم امتداد عبر حزب معروف وله صفحة على الفيسبوك، هو حزب الحرس الثوري المصري. هذا امتداد للرافضة المجوسية الصفوية. فالحرب حرب عقيدة، ولذلك
تكالب على خدمة النظام في سوريا، نظام الأسد، تضافر على دعمه ومساندته أمريكا الصليبية وإسرائيل الصهيونية وإيران المجوسية الصفوية وحزب اللات والعزى ومقتدى الصدر. أمة الرافضة، أمة الشيعة تضافرت على قتل أهل السنة. هذه حقيقة يجب أن يعيها كل مسلم سني موحد، أن الحرب هناك حرب عقيدة بمعنى الكلمة، ولذلك لا بد من أن يتناصر أهل السنة في قمع هؤلاء. تعداد أهل السنة، تعداد المسلمين بشكل عام 1,300,000,000، نسبة الشيعة بشتى مللها ونحلها ومذاهبها 6%، أي ما يقرب من 200,000,000. فهم الطائفة ونحن الأمة، هم الطائفة ونحن الأمة، ولكن بتشرذمنا وتفرقنا وابتعادنا عن بعضنا معاشر أهل السنة وعدم وجود المناصر والمعين أدى إلى قتل هؤلاء للسنة وتمكنهم من رقابهم. ولكن لو وقف أهل السنة في العالم وتفلوا تفلة واحدة على الشيعة لأغرقوهم، ولو قذفوهم بحصباء صغيرة لرجموهم وانتهوا. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كل واحد منكم الآن يقول في نفسه: وماذا أقدم أنا لأهلي في سوريا؟ كلكم يسأل هذا السؤال: ماذا أفعل للثورة السورية في الشام؟ والذي سأل نفسه هذا السؤال وأنا أخطب الخطبة الأولى فيه إيمان وتوحيد ويقين، وفيه نخوة إسلامية وعربية. أما الذي لم يسأل نفسه هذا السؤال فأعانه الله على نفسه أن يسأل هذا السؤال. أقول معاشر الإخوة، الثورة السورية تحتاج إلى أمرين فقط: تحتاج إلى دعم خارجي، وإلى دعم داخلي. أما الدعم الخارجي فهو دعم سياسي، وهو أن يحصل المجلس الوطني السوري على الاعتراف من دول العالم. وأما الدعم الداخلي فهو دعم الجيش الحر في سوريا. بهذين فقط
العاملين تنتصر الثورة في سوريا بعد مشيئة الله وقدرته، وكلكم قادرون على ذلك. الاعتراف، تصوروا إلى الآن، إلى الآن الحكومة المصرية لم تعترف بعد بالمجلس الوطني، وهذه مسؤوليتكم أنتم. ما الحاكم إلا صورة عن شعبه، وأنتم اخترتم مجلس الشعب ومجلس الشورى، ومجلس الشعب ومجلس الشورى هو الذي يضغط على الحاكم بأن يعترف بالمجلس الوطني في سوريا. أليس هذا تقصير من حكومات العرب والإسلام؟ إلى الآن لم تصرح أي دولة باعتراف رسمي بالمجلس الوطني السوري. أليس هذا تخاذل من أهل السنة والجماعة على نصرة إخوانهم في سوريا؟ كل واحد منكم له امتداده في البلد، كل واحد منكم مواطن في هذا البلد، وكل واحد منكم له امتداد وله علاقات وله وصولات معينة. يمكن أن يوصل هذه الرسالة إلى الحكومة القائمة بأن تصدر اعترافا واضحا بينا صريحا بالمجلس الوطني. وقد تكرم بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بالاعتصام أمام السفارة السورية، فطرد السفير السوري من أرض الكنانة وسحب السفير المصري من دمشق. فهذه خطوة يشكر عليها الإخوة الذين وقفوا معنا أمام السفارة السورية. ولكن ليكملوا المشوار، لو اعترفوا هنا، وهي أم العرب، مصر أم العرب وقلب الإسلام، إذا اعترفت بالمجلس الوطني تسارعت الحكومات الأخرى في العالم الإسلامي والعربي بأن تعترف بالمجلس الوطني، وأن تمكن مصر المجلس الوطني من السفارة السورية القائمة في هذا البلد كي ييسر أمور الجالية السورية هنا. تصوروا، مات رجل من الجالية السورية والآن هو في الثلاجة 20 يوم، إلى الآن في الثلاجة، نريد إذن بالدفن وشهادة وفاة من السفارة، فالسفارة مغلقة بسبب طرد السفير، وليست هناك أي معاملات يقومون بها لكي يضغطوا على الجالية السورية أنه هكذا يريد الثوار، وهكذا حرقوا السفارة، وهكذا يريدون أن يضغطوا علينا. كثير من السوريين انتهت جوازاتهم وليس لهم طريقة لتجديدها، فنحن نريد ضغطا من حكومة مصر على أن تسلم السفارة السورية في القاهرة للمجلس الوطني، وأن تعترف بالمجلس الوطني اعترافا حقيقيا وبينا وواضحا، وتكون قدوة لغيرها من الدول الأخرى والحكومات الأخرى. هذا أمر تساعد فيه الثورة السورية. الأمر الثاني، دعم الجيش الحر، وهذا داخليا، وكل واحد منا قادر على أن يتبرع لدعم الجيش الحر. كل واحد، لو تبرع كل مصري في هذه البلاد بجنيه واحد لكانت النتيجة في اليوم 80 مليون جنيه، أي ما يقرب من 1 مليار ليرة سورية، وهذه تكفي الثوار لمدة شهر كامل، وتكفي لإغاثة العديد من الناس. أين الدعم؟ أين المساندة؟ أين الدعم اللوجستي؟ لماذا للنظام الرافضي النصيري في سوريا دعم لوجستي من حزب الله ومن إيران،
ولا يوجد دعم لوجستي من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ ألا يسأل كل واحد منكم نفسه هذا السؤال؟ وهناك حساب مفتوح لجمعية دلائل الخيرات في بنك فيصل الإسلامي المصري، هذا الحساب مفتوح لصالح الجيش الحر والثورة السورية، ويقوم بالإشراف عليه الشيخ عدنان العرعور حفظه الله ورعاه بنفسه. فليس هناك عذر لمن يقول والله يمكن أن تكون الطرق غير مأمونة، يمكن أن لا يصل هذا المال إلى مستحقيه. لا، بل يصل إلى مستحقيه 100% عن طريق هذه القناة. احفظوها، جمعية دلائل الخيرات، بنك فيصل المصري الإسلامي، فرع الجيزة، رقم الحساب 10570. فمن يجد في نفسه القوة على التبرع فلا يبخل عن نفسه ولا يبخل على نفسه، فإن الأمر جد خطير إذا لم تتضافر الجهود، وإذا لم نتجمع نحن أهل السنة على دعم بعضنا البعض، فستفشل لا قدر الله هذه الثورة، ويتمكن الرافضة منا أكثر، ويقتلون فينا أكثر، ويغتصبون في نسائنا أكثر. ولذلك لا بد من أن نعي هاتين الحقيقتين: اعتراف بالمجلس الوطني، ودعم للجيش الحر في الداخل. نحن نحتاج في سوريا إلى السلاح، الرجال موجودون، كل الشعب السوري مدرب، كلهم قد خدموا في الجيش. نحن نحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى التنفيذ، نحتاج إلى الصواريخ، نحتاج إلى الرصاص، نحتاج إلى الذخيرة. ظمآن للسيف لا للشعر يا جار، فحطم الشعر لن تجديك أشعار. لا يهزم الظلم، لا يهزم الظلم كلام نردده، ويهزم الظلم صاروخ وبتار. لما الكلام وقد ضجت منابرنا من الكلام، ولا نور ولا نار. لما الخطابة إن سدت مداركنا، وأغلقت دون فهم الناس أسوار. والقوم قد قطعوا في الأسد مرحلة، والعرب ما برحت تحكي وتنتار. لما الكلام فذي المأساة ما كبرت إلا من الكلام، وفي الآذان إعصار. ألا وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الحمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والقرابة إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد مصر آمنا مطمئنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بفشار الجزار، اللهم عليك بقاتل الأطفال، اللهم عليك بمنتهك الحرمات، اللهم عليك بقاهر الأديان،
وقاهر الدين ومفسد الدين، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به وبشبيحته وأمنه ونظامه فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك به يا منتقم يا جبار، اللهم عليك يا قوي عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف، اللهم انتقم منه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم جمد الدماء في عروقه واجعله عبرة لمن يعتبر، اللهم حرك ما سكن من جسده وسكن ما تحرك من جسده يا قوي يا عزيز، اللهم لا تدع له طائرة في الجو إلا أسقطتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة على الأرض إلا أحرقتها، اللهم أرنا فيه ما تقر به أعيننا، اللهم أرنا به ما تقر به أعيننا، اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.